بظل الأوضاع المأساوية اللي عم بيعيشها اللبناني، شو مستقبل التعليم الجامعي في لبنان خصوصا بعد فترة التعليم عن بعد؟ وهل تطورت المناهج أو أسلوب التعليم ليواكب التطور العلمي في الخارج؟ وهل لازالت تلبي طموحات الطلاب العلمية؟ وما السبيل لإيجاد أسواق عمل؟ مع الشاب خضر خالد رح نناقش هالموضوع. الله معك أستاذ خضر. بونجور بونجور استاذ جورج، يعطيكم الف عافيه. حضرتك متخصص بالعلوم الاقتصادية والاجتماع، وعم بتابع هلأ كمان اختصاص حقوق. مظبوط، الله يقويك. ماشي يا رب. بدي هيك تكون حضرتك مثل يعني مرجعية للطلاب اللي عم بيعانوا هلأ بأسلوب التعليم عن بعد. اكيد خبرني اكيد. شو كانت الـ الـ الصعوبات بهذا الأسلوب. أكيد، خصوصا هالسنة بالتعليم عن بعد واجه الطالب كتير صعوبات وتحديات ما شافها من قبل، يعني من ناحية الفهم والاستيعاب وحتى الامتحانات اللي عملناها، فأكيد زادت الجهود على كل من الطلاب والأساتذة الجامعيين وحتى الأساتذة المدرسيين. ف يعني في تحية بدها تتوجه لكل طالب ولكل أستاذ هالسنة، لأنه عن جد تعبوا وواجهوا قصص ماشي سوا من قبل. أكيد نعم، يعني أنا في بعض الطلاب اللي كان صار لهم زمان يمكن تجوزوا وصار لهم زمان واقفين عن التحصيل العلمي، هلأ قال خلينا نكسب بفترة التعليم عن بعد ونرجع نعمل ماستر لأنه أسهل من الحضور على الجامعة، وفيك أوقات ما تكون عم تحضر. والبعض من الطلاب اللي ما كتير لهم جلاد يركزوا كانوا يفتحوا الكاميرا ويعملوا شيء تاني يلتهوا. سو بالنسبة للنتيجة، يعني هل من الطبيعي تكون النتيجة التحصيل العلمي أقل مستوى؟ هلا اكيد التعليم اونلاين له كثير حسنات وله سيئات بالمقابل، بس اللي فعلا كان بيوده انه يحصل تعليم جيد اكيد استفاد كثير من الاونلاين، لانه اسهل بكثير من التعليم الحضوري نسبة للوضع الراهن اللي عم نعيشه من ازمة بنزين وتسكير طرقات وهيك. بس اكيد اللي ما قدر يستفاد من الاونلاين هو بيكون عم يخسر على حاله وقت وجهد، بس هي القصه كلها بتعود للشخص للطالب شو نفسه. بده. مزبوط. يعني خضر، بدنا نقول لكم اول شيء يعطيكم العافيه. انتم الطلاب كنتوا على الصفوف الاماميه هيدي السنه، عم بتواجهوا قطعه الكهرباء، الانترنت، اضافه للستريس وقرارات وزاره التربيه كمان المتقلبه. لتكون قدوه لغيرك خضر من الطلاب اللي بالجامعه، بدك تخبرنا شوي كيف قدرت تواجه الصعوبات اللي كنت عم بتواجهها هيدي السنه بظل التعليم عن بعد. يعني اكيد واجهنا كثير صعوبات وكثيرة، بس اكيد يعني هو لنقدر نتخطى الصعوبات بدنا نلتزم ونقدر يعني قد ما فينا نحن نقدر نستفاد من الكورات اللي خدناها. وبالنهايه يعني السنه كان تعليم ذاتي، يعني كل تلميذ هو عم بيعلم حاله، لانه كثير اشخاص ما كان عندهم قدره يكون في عندهم انترنت او كهرباء بالبيوت، صحيح. فصار التلميذ هو استاذ حاله بالنهاية. وأكيد يعني هاي دي فترة وبتمرق، وإن شاء الله التلاميذ اللي بدهم يقدموا بالأيام الجايين ما بيواجهوا صعوبات أبدا. نتمنى. برأيك خضر، هل الجامعات بلبنان وخاصة الجامعة اللبنانية عم بتلبي طموحات الطلاب العلمية؟ طبعا أكيد الجامعة اللبنانية على طول عرفت بامتيازها وبتقدمها وتفوقها عن كل الجامعات الباقيين بكل الاختصاصات والفروع تبعونا، يعني ان كان حقوق او طب او هندسه. واكيد كمان الجامعات الخاصه الثانيه بلبنان بتلبي كل المطالب العلميه للطلاب، نعم. بس بس في لسه وضع اقتصادي واجتماعي صعب شوي وبيمرق ان شاء الله. هلا مع انه الاسعار رح ترجع تنقل من 1005 على 3900 بالجامعات هالسنه، بهالوقت اللي العالم كان بدها تنقل على الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية أطلقت صرخة وقالوا إنه رح يسكروا السنة. فإن شاء الله ترجع تنحل هالمشكلة ليقدروا الطلاب
ينقلوا يتعلموا يعني بأقل كلفة ممكنة. مظبوط صح 100%. هو يعني هيدي عم بيمر الأساتذة الجامعيين الجامعة اللبنانية بأزمة مثل الشعب، عم فا بيهاجروا. ايه مظبوط، فا يعني عم بيحاولوا قد ما فيهم يحصلوا حقوقهم طيبة بالبلد ويتمسكوا بالبلد تيرجعوا يبنوا من جديد. يعني خضر أنا لاحظت عليك عندك أمل، ايه طبعا رغم كل المآسي ورغم الكآبة الطاغية على الشباب اللبناني وطموحاتهم ومستقبلهم المجهول، حسيتك عم تحكي بأمل وبطاقة إيجابية. بدي كمان توجه رسالة للشباب اللي عم بيعانوا، إن كان طلاب أو حتى المخرجين جديد وما عم بيلاقوا أشغال، شو نظرتك للبنان المستقبل وشو هي الرسالة اللي بتقولها لهول الطلاب أو حتى الشباب؟ 100%. نحن يعني كشباب إن كانوا متخرجين من القسم تاني أو متخرجين من الجامعة أو اللي عم يتجهوا على سوق العمل، لازم كلنا نشتغل مع بعض فنرجع نبني هالبلد من جديد، لأنه هيدا بلدنا بالنهاية وهو أكيد بيلبي كل طموحاتنا وكل مطالبنا يعني، وما بس لنا، للفئات العمرية الكبيرة يعني لجدودنا ولبياتنا، وبالنهاية واجبنا نحافظ عليه ونرجعه يوقف على جرام من جديد أكيد. صحيح. خضر، أنا عندي سؤال لك هلا. قبل ما أسألك إذا في أسواق عمل للمتخرجين، وهذا اللي نعرف جوابه سلف، يعني حضرتك تعلمت تخصص علم اقتصاد واجتماع، بس ليش بدك تتابع حقوق؟ لأنه أنا بطبيعتي بحب كتير مبدأ العدل والعدالة، فمشان هيك كان عندي من أنا وصغير توجه نحو الحقوق، إن كان حقوق الإنسان أو أي طبيعة بتوجه لها الناحية يعني، فعطول كان عندي توجه لهالأمر، وكان هالاختصاص هو أكثر شيء ساعدني لأني أقدر أفهمه بشكل مبدئي بالمدرسة يعني. نعم، ما لقيت شغل بتخصصك؟ هلا طبيعة الحال لأني تلميذ بعدني مدرسي وهلا طالع على الجامعة، إن شاء الله يعني بدعي وبحاول إني أشتغل لأظبط البلد قد ما بقدر على من ناحيتي، وإن شاء الله بس أتخرج بيكون لبنان رجع واقف على إجريه وبيكون رجع بلد مثل ما كان قبل وأحسن إن شاء الله. حضرتك خريج الجامعة اللبنانية؟ لا أنا هلا بدي فوت على الجامعة اللبنانية. اه، بس تخصصك الاول ما عملته بالجامعه اللبنانيه. ايه مظبوط. نعم، في هيك يعني مثل الطلاب بيشتكوا شوي من دوامات الجامعه اللبنانيه، ما بتاخد بعين الاعتبار انه الشاب مع تحصيله العلمي بفضل يشتغل ليطلع مصروفه، او يقدر يساعد اهله، او يقدر مثلا تنقلاته يكون عم بيأمنها. بالجامعة الخاصة بتاخد بعين الاعتبار هيدي الشغلة ودواماتها أقل، وأوقات في أشياء بعد الظهر للمساء، أو بالعكس صحيح. مظبوط، هو بيكون في تقسيم يعني مراعي للطالب اكثر، بس تختلف حتى بالجامعه اللبنانيه نوع الاختصاص، يعني مثلا في الهندسه بده يكون فيها وقت دوام اطول من المواد الادبيه، فبتكون هي قصه بس تعتمد على التخصص اللي فايتين عليه، بس اكيد هذا الشيء لازم يؤخذ بعين الاعتبار تنراعي كل الظروف الراهنه بالبلد لجميع التلاميذ والطلاب. نعم، استاذ خضر، انا يعني اللي دلوني عليك من غير شر وعطوني رقمك، خبروني قد ايه حضرتك متميز الحمد لله. بمجال العلمي. هل عندك رؤية ليصير في سوق عمل للطلاب اللي بيتخرجوا؟ فكرت بهالموضوع؟ أكيد فكرت فيه. هو سوق العمل بطبيعة الحال أول شيء بيعتمد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلد، وحاليا كلنا بنعرف الوضع الاقتصادي والاجتماعي كثير متراجع، نعم، فهي القصة بس في مجالات عم تشتغل كتير، يعني مظبوط. إذا بتبرم هلأ بالمطاعم بتلاقي العالم فوق بعضها، يعني في مجالات فيها شغل كتير، السياحة الداخلية فيها شغل كتير، مع إنه كل الأسعار ارتفعت بس بتلاقي فيها شغل، يعني بده يعرف الطالب وين يروح وشو يتخصص وكيف يلاقي شغل، يعني هي مظبوط، أسلوب حياة أو أسلوب مهني. هيدي نقطة كتير مهمة، إنه في عنا اللي بيكون الشخص بيكون بيحب شغلة من صغره وبيقول أنا بدي أعمل هيك، بس ما بيكون عنده حدا يوعيه إنه على
المطالب سوق العمل، انه في قصص ناقصه بسوق العمل، في قصص متواجده، قصص قليله. هيدي هيدي مهمة مشكله كمان المدرسة بالبكالوريا، بصف البكالوريا، ومن اكيد، ثم بالجامعة. بس للاسف حتى بالمدارس والجامعات ما عم بيكون في هالتسليط الضوء الواضح على التخصصات المستقبليه للطالب. نعم. فهيدي مشكله كثير عم بيواجهها الطلاب، يلي بتؤدي لتراجع سوق العمل وحتى تراجع الاقتصاد اللبناني. استاذ خضر، انا بدي اتشكرك كثير على هالمداخله، كنا حابين تكون معنا بالاستوديو، بس لانه حضرتك من منطقه طرابلس وصعب هلا بهالظروف توصل، ان شاء الله مظبوط. بنشوفك معنا بمواضيع طلابيه جديده. وانا بدي اقول له لخضر كمان يضل عنده هذا الامل ويضل متمسك بسلاح الامل ويضل هيك عم بيوزع بوزيتيف فايبس على رفقاته حواليه. والطلاب اكيد الباقيين طبعا. نحن بحاجه لهذا الشيء. طبعا هذا شكرا، يعطيك العافيه. ميرسي لكم. نحن بريك وبنرجع بنتابع مع ضيوفنا.